في جنة الفردوس. أحبابي في الله، نهار إن شاء الله تعالى أنسفكار يجي من غني سجن الموضوع مهم، بل سجن العبادة. سجن العبادة يجاني فرضيت خان الله سبحانه وتعالى، يفرضيت خان الله سبحانه وتعالى، ولكن نغفر خاس، ولكن أخمت نتو شويت سبحان الله. أحبابي في الله، نهار خصت السوراق إن شاء الله تعالى صلة الرحم، وتجي فيديو يا وها بل ذين إن شاء الله جزء واثنين واثلاثة على حساب أحبابي في الله. لحقاش الموضوع هذا زي راه يستحق خسن السور، يستحق خسن السور، ونفكر زي سجن من نغني تواريغ صلة الرحيم تنقصان أحبابي في الله. يعني وذان تفذ كوري جنير هكي خدمة الناس، كوري جنير هكي شغورات الناس، كوري جن غاسمي كير هاي قارشي وقوالو الوقت والو كذا والو، واخا نهارا غانغ يعني الوسائل زين توصل ولله الحمد غانغ التليفون، اي واحد يخصد يسقساخ فاميليا نسخو مسخ ريسخ عزيز سخ هادشيس يعني اتكسي التليفون على الاقل، على الاقل السوار بنادم مرا ويزمع مرات وغاوا غاس ما مش غايق، على الاقل تسقسي غاس التليفون من غاس غاسطه نهار كلشي موجود بنادم غاس الويفي دي هدات غاس واتساب غاس كلشي، ولكن تاني ياس ما ديك كاري السقسه اللي قارش لا انت غايكون مصان لا ايوا انت تيد غايكون مصان لا ايوا ماش تمسعش السقسي خاص نهارني قعو خافي دياري ماش تمسعت كذا سبحان الله. يعني ندور نتراجا سكج من نغني ندور نتراجع يجينا دي السقساخ ونغني عليك توغا النية النغ هو نوي الأجر، النية النغ لحقاش الله سبحانه وتعالى يمار نغ عنك صلة الرحم ونشي نتق من زيد نغ يمار الله سبحانه وتعالى مر الإنسان يسن الله قال الله سبحانه وتعالى يفرض خاص صلوات الخمس، يفرض خاص الحج، يفرض خاص الزكاة، يفرض خاص الصوم صوم رمضان، فصلة الرحم من التاتح به في الله فرضت خان الله سبحانه وتعالى تحسط الله سبحانه وتعالى من يقار. قال تعالى فأتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله وإتاء ذي القربى، أي ابن كثير رحمه الله الأمير يوسى يتفسر الآية ثانية تيقارن يأمر بصلة الأرحام، الله سبحانه وتعالى ذاني تيتمارا نخص صلة الأرحام أنك الصلة كيجمع نغني غاري فاميليا إخصية كيس نقص صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى إذا يتمع ما مش يمر الله سبحانه وتعالى يعني سل عبادة النغني تصلة الرحم، تصلة الرحم فرض وتجيبو مرتهاش قاجد مروا التقيد وخاك والو، بل الله سبحانه وتعالى ذني تيطمارش. وقال الطبري كذلك زاد أحبي في اللمن قان أهل التفسير، قال الطبري رحمه الله وإعطاء ذي القربى الحق الذي أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم. ذني تا إقارش ذي الآية أي ذي القربى وإعطاء ذي القربى الحق، يعني توسنش الحق القرابة، توسنش الحقنا القرابة فاميليانش توسنش من ما يعني عزيز جد خاتي عنت ينتواسناش الحق، الحق يوجب دخاك، يوجب دخاك كيس نتقد صلة الرحم، كيس نتقد صلة الرحم وهمين سوالة تقد صلة الرحم وتجير عام يعني أخص سقسي ذواها مالات والتواريد واني فقير مالات التواريد فاميليا نينش البوبري يوجب دخاك وشك غاك مزيت غا عاون دغاك كيس تبدث، كيس تبدث التعاون صلة، صلة الرحم تيري حتى مرات يعني تغدي شان الكربة تفارج دخاس تعاون تبدد كيس ذاني تا يوجب دخاك مرات وغا وماشني تعزيشني نتخارش من ما يعني المهم زي القرابة النش زي الرحم النش مرات وغد بوبري أكا كيس تقذ المجهود التعاون مرش كيس محاك الله سبحانه وتعالى وتجريد بو ذي تمارة وجيت تكسي التليفون خاص تسقسيد وش كتسنا ذي الله قنطة مقدس السنة ذي الله مقدس بال يوجب دخاك طول ذي تقال أهل العلم حتى يعني معنويا وماديا تعسشت، تعسشت وانت الدين نغى أحبابي في الله ما لا تخص تويض الأجر، بل الله سبحانه وتعالى يمارا نقص منايا ونقط عن الرحيم نسى أحبابي في الله يقص حرين يقصاح صراحة شخميتك وضغ يعني قا خصيلة الرحيم خميتك وضغ الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تاجي جيخ صارح يقصح يقصح الإنسان ما يقضع الرحم نتس واخا غيري تعبد الجير الدواس ولكن ما تقضع الرحم النش وش كت وحدة مني وثتوب شاء يقصح الرأي حبايبي في الله تحست حبايبي في الله من قر كذلك مجاهد وقتادة قال صلة الرحم فرض من الله عز وجل، قصيلة الرحم
قانش فرض قاغبونش فرض من الله عز وجل ظل فرض فرض واجب خك. وقال مجاهد لا تقبل صداقة من أحد ورحمه محتاجة، يعني الله سبحانه وتعالى وزيك يقبر بالصداقة خش حد نغني مرة الرحم نش حداجن ستيل الرحم نش فاميليا نش دي بوبريين شكت واحد تشد تصدق ذماني النغني فاميليا نش تجيتن. الله سبحانه وتعالى وخاك يقبر شا الصداقة تخزاد القماش دي هيتمتى خزاد القماش يتعانى لا لا ونوستي الشخشاء تحث قادة سودة صدق غبارة موجودين ويتقنامو سحست مني قرداني تمجاهد أحباري في الله يقال لا تقبل صداقة من أحد ورحمه محتاجة. الله سبحانه وتعالى يعني ويقبر الصداقة خي الجن لا مرتو غر رحم نس حداجن حداجن تيرو حي صدق ماني نغني وخاصني صدق شخينا يخصد صدق خر رحم النش خر حباب النش خثومات النش ذي مزورة مرتو حداجن أخص نصدق خني هني نتعثقني هني ذي مزورة عاد قد أحد تصدق ماني نغني. سبحان الله وصلة الرحم أحباب في الله من علامات الإيمان زي العلامات للإيمان ونتقن صلة الرحم يعني ما لو في ذي جنتك صلة الرحم ستيل لونتا ذي سجن العلامة من علامات الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وني يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. المؤمن وني يؤمن الا لا بد ذي بتجاي في السنسي دار ربي يؤمن الا لا بد ذي توسقسا واني تخصص ذيك صلة الرحم فليصل رحمه. اما يجني الدعاء الايمان وانت ويتك بصلة الرحم وانت الايمان النس ذا نقصي ايمان النس ذا نقصي احبابي في الله. والحديث دي سجل اشارة احبابي في الله انه وني تقن القطيعة وني قطع عن الاهل النس قطع على احباب النس ويتك بصلة الرحم دي سجل اشارة إلا قوانيتا ويتقشى الله سبحانه وتعالى عليك تقول الله سبحانه وتعالى إلي السن العقوبة يجان قد تراجت بسبب القطيعة سبب القطيعة النيقة يصلة الرحم ونيتا معليك يوم النيشان السن إلا منايا قامر ويقي صلة الرحم وشيروح مني يموث من السن مثل تراجان العذاب يوم القيامة. فالمؤمن ويزمال ذي قمو ويزمال ذي ندارخ في النس في جهنم. المؤمن يتقول الله سبحانه وتعالى المؤمن من زيث يمار الله سبحانه وتعالى يتقيث يسن إلا قمر يموث خل حالة أني هذه توحسب ويقصح الرأي أحبابي في الله. وصلة الرحم أحبابي في الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل زي الأحب من يتحب الله سبحانه وتعالى زي الأعمال صلة الرحم تحست أحبابي في الله ذنيتا إجماريز رجل قال إقار أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه إن شجنها وسيضغى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدير وسط الصحابة ونظ الناس. فقلت يا رسول الله إنس يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله إنس يا رسول الله منت الأعمال إجاني تحب الله سبحانه وتعالى. فإنس النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله أن تؤمن بالله تريد المؤمن تريد ثم نذس الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله ثم مه يعني أعوذ يا رسول الله من ديني عاوذ واني الإيمان بالله. قال ثم صلة الرحم واني الإيمان بالله عز وجل تسد صلة الرحم إن ستقل صلة الرحم زاث أحبابي في الله زاث يعني من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إن قواني الإيمان بالله عز وجل تسد صلة الرحم. وصلة الرحم أحبابي في الله مقدمة على عتق الرقاب صلة الرحم تمزواروت بل مقدمة عتق الرقاب. عن ميمونة بنت الحارث حست أحبابي في الله رضي الله عنها أم المؤمنين إجنهار أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله قش قد غاري إجن تخدنت واستأذنش النبي صلى الله عليه وسلم تخدنت تعتقيت تغط يعني ذي الوقت الأخوة ويقيم شار الرقاب ويقيم شار الرقاب في الوقت اللي تغى الإنسان مرغاش العبد نغش الخادم شان كذا يتيري تحت تصرف السيد النس انت يدي سيتحكم فما لي خصها في عتق
لوجه الله ديري حر اعتقد في سبيل الله قارس روح قشك حر روح قش محور صافي فاث الناس يا رسول الله قثنيتا تغاري قالجارية يا ثنيتا اعتقخت لوجه الله اني غس روح صافي من دسين النبي صلى الله عليه وسلم فاث الناس يا رسول الله قوى وكيكست اذن غشا وذنيتا من ترتوغات الجارية يا ثنيتا سدوفوس الميمونة بنت الحارث التثيذي ستصرفا اذن السن من تق رضي الله عنها والسن النبي صلى الله عليه وسلم يتحب أنه شا حد يعفو شا خشنج ني غادي يعتقشا حد لوجه الله فالأعمال من الخير يتحب النبي صلى الله عليه وسلم وانت تسن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتحب منايا فهو استأذنش النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس يرى رسول الله قش من قيق أرمي ديوض فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه الميديوسا نبث الناس يعني يديديوسا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها نسي يا رسول الله أقش من كيغ قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلت مثل من أي نشان قالت نعم نسوه نشان يا رسول الله من دسين النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي في الله باش تسمى ذنيتا أنه صلة الرحيم تيري كتا زي عتق الرقاب إنس النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك الناس النبي صلى الله عليه وسلم معليك الجارية ثنيتا تاخد أنت ثنيتا تكشي دي خوارم تخدم خوارم قانين التواريد خوارم وزمان وجو خسن غاي خدمان وجو وداسن غاي جمعان وجو كيسن غاي يكسين معليك تلوحد تكشي دي خوارم خاسن تكسين لازم تخدم الشغر إيريا الأجر كتا زي العتق اللي دستقيت ديت النبي صلى الله عليه وسلم يسبيا نزد إلا قا يعني الأجر يتري الطاس مرا ثقيت صلة الرحيم بل مرا غاك رحباب النش فاميليا النش العموم النش العموم النم خوارم عوازيزيم عوانتيم أيثمام يسماش مهم القرابة فيتري الأجر مضاعف تا زي ما لا تعتقد في سبيل الله يقر القاضي عياض رحمه الله من علماء المغرب رحمه الله تعالى يقر وفيه أن صلة الرحم أفضل من العتق قار أنه الحادثة يتبين ديس النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم أفضل يعني كتار ذي الأجر ذي العتق وقال مالك رحمه الله الصدق على الأقارب أفضل من عتق الرقاب يعني أتصدق خل أقارب أفضل ما لا تعتقد الرقاب صاحي الأجر الفضل ذيس ذي صلة الرحمة حبيبي الله وخوم الطويل خشا ممش النغ الموضوع هذا زيرا وزمار يعني أخس نسيور قجم فيديو وشا أثن كمبر بل ذين إن شاء الله فيديو ويستنين الجزء الثاني الجزء الثالث إن شاء الله ماني غنوض تطلّى سبحانه وتعالى ذا نغي وفقن تطلّى سبحانه وتعالى ذا نغي وفقن باش يعني وغيسرني وارنا أضيف كار قنشين نسفكار وها سبحانه وتعالى فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين بمجرد أن تسفكار وشيري ونسني حارك الإيمان نسني حارك الإنسان يتتو فعن سفكار يجبون نغني أحبابي في الله بالتغزين الشبع داق سفكار يخفينو ذي ثماد سوي ثماد يمسرمن ذي مكورم شح وخانا بخلط شاز الدعاء بارك الله فيكم وبارتجت فيديو ياكنا وحفظ الله تعالى غامر الأجر والدل على الخير كفاعله الدل على الخير ما مشقاق أحبابي في الله كفاعليه رش كتويذ الأجر إن شاء الله مرات وغط نشاط فيديوية وشي سريس شاحد وشي فكاري الناس هي مش حزقوم وقق صلة الرحيمك لأحبابينو وشي توغى فيديوية السبب وشكت السبب ينشارن فيديوية بارتاجيت فأذيري